أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم أسرانا البواسل، أسيراتنا الماجدات، أهلا بأسركم الصابرة والصامدة بحلقة جديدة من برنامج عمالقة الصبر. هذه الحلقة التي تفيض بالشرف والانتماء والعطاء، حيث أننا نقدمها من هذه المحافظة التي قدمت الشهداء، قدمت الأسرى، قدمت العطاء تلو العطاء، محافظة جنين. في بداية هذه الحلقة فلنقف جميعا دقيقة صمت على روح ابن جنين، ابن كل أسرة فلسطينية، الشهيد الأسير البطل فارد دربي. شكرا. دقيقة صمت على روح الشهيد البطل فادي الدربي. من لا يعرف فادي الدربي فليسأل أهالي جنين، فليسأل زقاق وشوارع جنين الصمود والتحدي والعطاء. فادي الدربي ضحية أخرى من ضحايا هذا الاحتلال الغاشم بسبب الإهمال الطبي المتعمد والممارس بحق أسرانا. فقدنا البطل فادي الدربي ولكنه باق في قلوبنا، في وجداننا. هذه الصورة التي أضعها اليوم هي صورة هذا الشهيد فادي الدربي. فادي ليس مجرد صورة، فادي هذه الصورة قريبة من القلب، ولكن أقول فادي وكافة أسرانا هم فعليا في القلب. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أستضيف عائلة الأسير البطل فادي الدربي. يعطيكم العافية، شقيق فادي، والد فادي، والدة فادي، أهلا وسهلا فيك وعظم الله أجركم. يعني مصابنا جلل بافتقاد فادي، ولكن لكم أن تفخروا بابنكم الشهيد المعطاء العنوان للتحدي والعطاء على كافة الأصعدة. تحكي لنا بداية، فادي افتقد، أنت كأخوه شو مشاعرك اليوم؟ بدي هذا العالم الصامت أمام معاناة أسرانا يسمع صوت شقيق فادي اليوم. الحمد لله رب العالمين على استشهاد أخونا فادي الدربي. إحنا وصلنا الخبر إنه فادي تعبان ونقلوه للمستشفى. هو تعب الساعة تقريبا 11 الظهر، الساعة 11 بالليل، ونقلوه على المستشفى الساعة 3 الصبح. كان محطوط بعيادة السجن من 11 بالليل لل 3 الصبح. عندهم كان إهمال طبي. إحنا استقبلنا فادي، نبأ استشهاد فادي استقبلته والدتي بالزغاريط. الحمد لله رب العالمين، احنا بنفخر انه فادي رجع لنا شهيد، الحمد لله رب العالمين. فادي كان محكوم 14 عام، امضى منها 10 اعوام. احنا بنترحم على فادي، بنترحم على شهداء الحركة الأسيرة، ومنأكد انه ارث الشهداء يجب ان يبقى في قلب ووجدان كل فلسطيني منتمي لأرضه ولثوابته ولهويته الفلسطينية. بشكرك جزيل الشكر. خلينا نشوف والد شهيدنا البطل. يعني شقيق الأسير بيقول الوالدة استقبلت الخبر بزغرودة. أيوة. هناك بعض الأصوات تقول ما هذه الأم الفلسطينية التي تستقبل خبر استشهاد ابنها بزغرودة. بدي تحكي لي أنت كأب فلسطيني. أيوة. هاي الزغرودة إيش سببها؟ سبب الفرحة يعني الشهيد. نعم. بالنسبة للشهادة. نعم. فرحة لنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لما استقبلنا رحنا على المستشفى شفنا يعني قالونا هيك هيك إنه استشهد. الله يرحمه يا عمي والله يصبركم. بدي أسمع خالتي يعني صاحبة الأم العطاء التضحية، الأم الفلسطينية الصابرة والصامدة في وجه أعتى إجرام. هو إجرام هذا المحتل الغاشم، زغرودة الشهادة، مقالة كتبها الأخ عيسى قراقع وعبر فيها عن مشاعر الأم الفلسطينية. بدي تحكي لي هاي الزغرودة كيف طلعت منك في نبأ الشهادة ابنك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا لما فتت على المستشفى وحكى لي المحامي إنه يعني كان تعبان شوية، وبقول له أنا شو صار مع ابني، بقول لي ولا إشي، ابنك مليح حسب تشوفي. طلعنا على الغرفة فوق، اللي هم كانوا الحراس اللي عليه، كانوا الجيش اللي عليه برا واقفين.
حكى صار يمهد المحامي معانا ويحكي معي يعني بالنسبه لابني، بقول انا شو صار مع ابني؟ قال لي ولا شيء، هسه بتشوفي مليح. حكت اختي شو صار مع فادي؟ قال لها ولا شيء. بقول له انا لو يعني احكي لي فادي استشهد ولا شو صار معي يعني، لانك انت بتحكي بتمهد بعض الاشي. بقول لي فادي انا لله وانا اليه راجعون. مش عارفه كيف ربني صبرني، ربي اعطاني الايمان القوه اللي يعني ما بعرف. وانا انا زغرتت ولي كان ابني يحكي معي من السجن، بقول لي يما شو صار؟ بقول له فادي استشهد وصرت ازغرت له. يعني بالفعل كانت عندي صبر والحمد لله رب العالمين، الله اعطاني مدني بالقوه والايمان والتقوى، وهذا مش مني من رب العالمين والحمد لله رب العالمين الله يرضى عليه. والحمد لله ان شاء الله رب العالمين بيشفي جميع المرضى، بيطلع جميع الاسرى، وما بخلي ربي نفس بديك. وكل ام تلاقى بابنها بيكون انه بيكون بين ايديها وتشوفه، والحمد لله رب العالمين. اللي احنا دقناه ان شاء الله كل الاهل الاسرى بيرفعوا رؤوسهم باولادهم بيكونوا معاهم وبيناتهم، والحمد لله رب العالمين. ابنك مفخره وابنك شادي والحمد لله رب العالمين، وابن شادي الحمد لله الثاني الهلال اللي بنتمنى له الفرج الكريم. الحمد لله الله يخليك. وانا باكد انه الام الفلسطينيه هي ام لكافه الاسرى. دموعك يا خالتي وصمه عار على جبين هذا العالم الصامت الذي يدعي الديمقراطيه واحترام حقوق الإنسان، ولكنه ينظر إلى قضيتنا من بعيد دون أن يحرك ساكن. لا نريد كما نقول دائما جنازات جديدة، نريد أسرانا محررين، لا نريد أكياس سوداء، نريد رايات بيضاء إن شاء الله عاليا، رايات النصر، النصر الفلسطيني المؤزر الذي سيسطره أسرانا بصبرهم وبصمودهم وبعطائهم. خالتي عظم الله أجركم، تأكدي تماما أنه كلنا فادي، كل شباب فلسطين فادي، كل شباب فلسطين هم أبناء لهاي الحالة النضالية اللي أنتم بتمثلوها. ربنا يطول بعمرك، ربنا يعطيك الصبر والصمود، وتأكدي تماما أنه زغروتك رح تضل صوتها يدوي في قلوبنا وفي عقولنا إلى أن يتحرر كافة أسرانا من باسلات الحقد الاحتلالي. كل التحية لك. بدي بعد إذنك ناخد معالي الوزير عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وقبل ما ناخد مشاهدينا أبو خالد لابد من تحية لكافة المنظمين لهذا اللقاء، مكتب هيئة الأسرى ونادي الأسير في محافظة جنين، بالإضافة للتنظيم، بالإضافة لكافة مؤسسات جنين اللي منوجه لها كل التحية وكل الاحترام. أبو خالد عيسى قراقع بين عينيه اليوم أطالع بها وأطالع فيها، قرأت مقال لك بين عينيه، لو أردت أن تصف بين عينيه بما يتعلق بفاد الدربي ماذا تقول؟ نعم، أولا بدي أحيي الجميع. يعني بين عيني أرى مأساة وأرى فجائع وأرى مصائب يقوم بها هذا الاحتلال الإرهابي المجرم بحق أبنائنا، بحق شعبنا الفلسطيني. كل يوم هناك شهداء وكل يوم هناك معتقلين فلسطينيين. يعني بين عيني أنا شفت جثمان الشهيد فادي الدربي عندما عاد إلينا في كيس أسود بعد 10 سنوات. لا يوجد أكثر حزنا وأكثر ألما وأكثر فجيعة من ذلك المشهد في تلك الليلة. في هذا البرنامج أخي سامر نحن نحمل رسالة، لا نريد أن يعود أبنائنا جثة من سجون الاحتلال. نريد أن يتوقف، أن تتوقف سياسة الموت البطيء بحق الأسرى في السجون، سياسة ليست إهمال طبي وإنما جرائم طبية متعمدة يدفع ثمنها المئات من المعتقلين المرضى داخل السجون. وزاد هذا العدد في ظل هذه الهبة الشعبية، هناك أسرى مصابين بجروح بالغة، أسرى في العناية المكثفة في المستشفيات الإسرائيلية. رسالتنا إلى العالم يكفي أن تتفرجوا علينا ونحن في جنازات. لا نريد فقط شعارات، نريد أن تضعوا حدا لهذه الجريمة المنظمة المستمرة المتعمدة بحق أبنائنا وبحق أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأقول أيضا رسالتنا الأخرى بأن دم الشهيد ودم شهداء كل الحركة الأسيرة، معاناة المرضى الموجودين خاصة في مستشفى الرملة لن تذهب سدى، ولن نسامح
دولة الاحتلال في يوم من الأيام. هذه المعاناة، هذا الألم، هذه التضحيات التي يدفع ثمنها أسرانا، سنحاكم ونلاحق المجرمين الإسرائيليين في يوم من الأيام. لن نغفر لهم ما يحدث بحق أبنائنا داخل السجون. رسالتنا باسم العائلات الشهداء والأسرى أنه لا نريد أن نستقبل أسرانا في كيس أسود، نريد أن نفرح بهم، لا نريد أن نقف دقائق صمت. أخي سامر، بكفي وقفنا دقائق صمت، ملايين دقائق الصمت، نريد أن نقف دقائق للفرح، لحظة للفرح لاستقبال الأسرى من السجون. يعني شعبنا عودنا أن يقتنص الفرح من بين رصاص المحتل. هذا الشعب الجبار، اليوم احنا بين عائلات أسرى مرضى، بنوجه لهم كل التحية. عائلة الشهيد فارد الدربي كل التحية لكم، عائلة الأسير سامي أبو دياك اللي بمر بمراحل خطرة جدا، عائلة الأسير خالد الشويش اللي بنوجه له التحية في عيادة سجن الرملة أو ما يسمى بعيادة سجن الرملة، عائلة الأسير أنهار السعدي، عائلة الأسير خضر ضبايا، عائلة الأسير خليل مصباح، عائلة الأسير عبد الفتاح حوشية. يعني مشاهدينا كل التحية لكافة أسرانا المرضى اللي بتعرضوا للموت بكل لحظة وحين. نعم نريد أسرانا محررين، لا نريد جنازات جديدة. كل التحية لك أبو خالد. بدي أسأل على المستوى الرسمي، ما هي الخطوات؟ يعني أنت اليوم أنا متأكد الله يكون بعونك على حملك، إحنا إعلاميين بنقدم برنامجنا وفي النهاية كل واحد بيقوم في دوره في حياته. أنتوا كمؤسسة رسمية مطلوب منكم دور، ودور كبير فيما يخص أسرانا. يعني اليوم لما أنت تجلس إلى جانب أم شهيد كان أسيرا، وإلى جانب أمهات وعائلات أسرى مهددين بالموت بكل لحظة وحين، المؤسسة الرسمية ما دورها؟ نعم، أولا يعني إحنا معنا تعليمات واضحة من الرئيس أبو مازن بأن أولا نتابع كل شيء، نتابع كل الحالات، نعمل بكل الجهود، نفضح إسرائيل أمام الرأي العام، أمام مؤسسات الحقوقية، أن لا تبقى هذه الجرائم في صمت وفي الظل، على العالم أن يرى ويسمع ما يحدث على يد هذا الاحتلال. هذا أولا. ثانيا نوثق كل شيء، نوثق هذه الجرائم لأننا أصبحنا دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية. صحيح. وعلينا أن نحيل كافة هذه الجرائم التي حدثت والجرائم التي تحدث لملاحقة السجانين والأطباء والمسؤولين الإسرائيليين على ما يحدث بحق أسرانا داخل السجون، لأن هذا مخالف وينتهك القانون الدولي والأعراف الإنسانية وميثاق روما للمحكمة الجنائية. ينتهك كل ما هو إنساني وما هو أخلاقي في العالم. علينا أن لا نسكت، علينا أن نوثق، علينا أن نتابع، علينا أن لا نيأس أيضا. يعني سقوط شهداء لا يعني أن يحبطنا، لا، علينا أن نأخذ من الشهيد قوة جديدة ونستمر أكثر وأكثر ونلاحق المجرمين الإسرائيليين. هذا هو دورنا ودور كافة المؤسسات الوطنية والمؤسسات التي تعمل في حقوق الإنسان، تعمل في مجال الأسرى، من أجل أن لا تبقي أي جريمة تحدث بحق المعتقلين داخل السجون، أن لا تبقيها في الظل، أن توثق، أن تبرز، أن تلاحق هذه الدولة العاتية والمجرمة التي تسمى دولة إسرائيل. يعني إن شاء الله بنقدم برنامج وبنقول انتهت دولة الاحتلال قريبا وتحرر الأسرى. هذا حلم كل فلسطيني، ولا ليس حلما مجرد حلم، هو حق يجب أن ندافع عنه جميعا. عائلة، بشكرك جزيل الشكر أبو خالد. عائلة الأسير البطل عاهد أبو دياك، سامي عاهد أبو دياك، عفوا مشاهدينا، سامي أبو دياك 33 عام، سكان جنين، محكوم بالسجن 3 مؤبدات و30 عام. سامي اليوم يمر بمراحل خطرة جدا، الإهمال الطبي يمارس بحقه. اليوم معنا والد سامي، أنت اليوم إلى جانب عائلات شهيد. يعني احنا كنا وسائل الاعلام تتناقل اسم سامي ابو دياك، حالته الصحيه صعبه، حالته الصحيه خطيره، جاء نبأ استشهاد. فادي كأب لأسير مريض، كيف استقبلت هذا النبأ وشو حاب تحكي له؟ ابني سامي طبعا محكوم 3 مؤبدات 30 عام، قضى منهم 13 عام. اجانا خبر من شهرين انه مريض في حاله غيبوبه تامه، فنقلوه على مستشفى، عملوا له عمليه وحولوا على الرملي. الرملي طبعا هيك كان اهمال طبي من المستشفى اولا، ثاني من الرملي ما فيها يعني علاج يعني خاصه.
فحولوا بعدين على رمل، رجعوا على سركة مرة ثانية وثالثة ورابعة. نعم. في سير عادية ودوا وجيبوا، آخر شيء ودوا على مستشفى أسافروا فيه. أسافروا. عالجوا في مستشفى فيه. إلا إنه إحنا متأملين كنا إنه يفرجوا عنه، وكان يعني الكل يعني أساس إنه في يعني أخبار جيدة إنه يفرجوا عنه. مبكر بناء على حالة صحية. ب25/10 إلا إنه مأجلوا لشهرين يومين اللي هو لحد 27/12/2015. هسه هو في حالة غيبوبة تام، يعني أمه زارته يوم الخميس. مقعد بيقدرش يحكي، بيوكلش عليه ثلاث أجهزة راكبة ثلاث برابيش، يمكن بيطحنوا له الشيء البسيط اللي يعني يقدر يدخله في بطنه. فالبرابيش هاي كلها عبارة عن الفراز والمي والكلى، وعنده طبعا الكلى بس الكبلة انه تعبان عنده، بيغسلوا له الكلى وما فيش بيعالجهوش، يعني قاعد هيك ما بعرف. يعني احنا بأمنا انه يفرج عنه حتى نعالجه. يعني هو ما نقول عنه القتل البطيء، القتل البطيء، موت بطيء فعلا. يعني هم بدهم يعني يموت عندهم، هاي اللي بتصور يعني بدهم يموت عندهم، فليش ما يفرجوا عنه حتى احنا نعالجه مثلا؟ فهم بيعرفوا حق من حقوقه، بيعرفوا انه هو يعني اخر اخبار اجت من عندهم انه فعلا بحاله تعبانه الاخير. يعني اتمنى له يا عمي السلامه، ان شاء الله يا ربي قريبا سامي بيكون محرر لنحمله على اكتافنا. لا نريد لسامي ان يكون جثه هامده، نريده بيننا وبين كافه محبيه. بدي كلمه اخيره منك عم مليون. بطالب بالافراج عن ابن الثاني سامر المحكوم برضه مؤبد 25 سنه، كذا منهم حوالي 11 عام. فان شاء الله انه الله بالنسبه لسامي انه الله بيفرج عنه وبعطيه الصحه والعافيه، والباقي طبعا رب العالمين. واحنا اذا ابننا بيستشهد يعني فخر لنا. والله يا عمي ان شاء الله بيروح وبكون بينك، ويعني هذا العالم الذي يرى اليوم في هذه الحلقة بالتحديد أسرانا، عائلات أسرى المرضى، عائلات الأسرى المرضى بخطر، على العالم الذي يريد أن يسمع صوت الإنسانية أن يتحرك فورا لإنقاذ حياة أسرانا من الموت المحقق. خليني أسمع والدة، مظبوط إحنا الوقت معانا قصير بس أنا بهمني والدة سامي أبو دياك كمان. أنا أم الأسير المريض سامي. نعم. أنا يوم الخميس زرته، كل مرة بروح بزوره بلاقي حالته أسوأ من المرة اللي قبليها. نعم. ورغم هيك بيحكوا إنه صحته تحسنت، بس ما تحسنت صحته. من 90 كيلو وزنه هسمه 50 كيلو وزنه. جابوا لي، قالوا لي بتروحي على قسم المستشفى بتزوريه، أنا فكر على تخت بتلكي على سرير، جابوا لي إياه على كرسي نكال، مش قادر يثبت حاله. اثنين الله يجزيهم الخير من الأسرة ماسكينه، وبس يسحل ما يقدرش يرفع حاله يرفعه، أكل ما باكل، تعبان ما قدرش يحكي معي، ما قدرش يرفع السماعة يحكي معي ولا كلمة. أنا قلت له بس ترمي السماعة وخليني بس أطلع في وجهك. يعني هو الألم ولكن متمسكين بالأمل برغم الألم. خالتي يعني الله يصبركوا أولادكوا، أنا مش رح أضل أعيدها لأنه فعلا أولادكوا يعني نيشان عز على صدورنا جميعا. أنتوا عمالقة الصبر، هذا البرنامج اسمه عمالقة الصبر، مش بس أسرانا عمالقة الصبر، كمان الأسر الصابرة هي عمالقة الصبر والصمود وعمالقة التحدي. ربنا يعطيك طول العمر، وإن شاء الله بيروح سامي وبتحتضنيه وهو حر. آمين يا رب العالمين. يعني إخوتنا في نادي الأسير، أخونا راغب أبو دياك، أنت أولاً يعني ابن عائلة أبو دياك، وأنت أيضاً مدير نادي الأسير في المحافظة جنين، وأنت خال الأسير. بدي أول شيء كمدير نادي أسير، لما تكون أنت مسؤول وبتتحمل مسؤولياتك وبنفس الوقت قريبك، إحنا كل الأسرى أقربائنا، ولكن يعني أنت لما تكون تستنى بكل معلومة عن سامي، كيف تكون شعورك كمسؤول عن نادي الأسير في المحافظة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد طلب الرحمة للشهداء والإفراج عن الأسرى والشفاء للجرحى، أرى سامي بعيون كل الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. فأنا حينما عشت لحظات ارتقاء الشهيد البطل فادي الدربي إلى العلا، كنت أرى سامي وأعيش لحظات معاناة ذوي سامي كما هي والدة الأسير فادي الدربي ووالد الأسير فادي الدربي وجموع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة الأسرى المرضى منهم. لا أريد أن أضيف كثيرا على ما تحدث به أخي
تعيسة، ولكن أقول آن الأوان على هذا المجتمع الدولي أن يخرج من صمته وأن يتحرك ويكون حجم تحركه كفيل برفع الظلم عن أسرانا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة الأسرى المرضى منهم. ما يجري داخل سجون الاحتلال ليس أقل من جريمة حرب منظمة بحق هؤلاء الأسرى وخاصة المرضى منهم. نتحدث عن مجتمع عدد أفراده 6500 أسير، من ضمنهم 1500 أسير مريض. بالأرقام نحن نتحدث عن مجتمع ربع أسراه مرضى، ما يعني أن هناك كارثة مخططة وممنهج لها تجري داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. ناهيك عن من يقدموا خدمة العلاج بأنهم غير مؤهلين، ما نعلمه عنهم كمؤسسة أهلية كما تعلم عن ذلك المؤسسة الرسمية، هم ليست بالأطباء غير حاصلين على البورد الإسرائيلي الذي يؤهلهم بمزاولة مهنة الطب. كتجارب على الأسرى، وفعليا في شهادات كثيرة عن أنه هذول الأطباء هم ليسوا أطباء، هم مجبولين بالحقد الاحتلالي اللي بفرغوه بأجساد أبناء شعبنا وأسرانا بالتحديد. لا شك، كي لا أطيل أقول أنا الأوان للضغط على هذه الحكومة الاحتلالية من أجل ألا نستقبل أسرانا كما استقبلنا الشهيد فادي الدربي. هؤلاء من قدموا سنين حياتهم على مذابح الحرية كي نحيا بكرامة، آن الأوان لكي يساهموا في بناء مؤسسات الدولة كما سبق وأن ساهموا بدحر الاحتلال طوعا. كل التحية لك أخوي راغب، ويعني إحنا كمان بنأكد أنه فادي الدربي ليس الشهيد الأول في من شهداء الحركة الأسيرة. اختلفت الأرقام، لن أخوض في أرقام، اختلفت الهيئات والمؤسسات على الأرقام، ولكن أقول أن أسرانا ليسوا مجرد أرقام. كل التحية لكافة شهداء الحركة الأسيرة، ميسرة أبو حمدية، كثير من الأسرى الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال ومن جنين. كل التحية أيضا إلى محافظة الخليل، من محافظة جنين أقول عن أسيرنا البطل الشوامري نعيم الشوامري اللي بتعرض، يعني وضعه الصحي كثير صعب، هو نتيجة هذا الاحتلال، هو أسير محرر يعاني من ضمور عضلات، يعاني وضع صحي خطير جدا. برضه بنحكي عن مش بس انه الناس اللي استشهدت جوا السجون، بنحكي عن اثار المرض الكبير اللي بيطلع الاسير وهو محمل في هذا المرض وبيستشهد بعد فتره. انا برايي هذول هم برضه شهداء للحركه الاسيره، بتحمل مسؤوليتهم ايضا هذا الاحتلال الغاشم. خلينا ناخذ ام خالد الشويش، ام الاسير خالد الشويش، يعطيك العافيه خالتي. خالد الشويش موجود في عياده سجن الرمله، وضعه الصحي خطر للغاية. بدي اليوم شو حابة تحكي للعالم عن خالد، وشو حابة تحكي صوتك يا خالدي، تفضل. إن شاء الله يما. أول إشي بدي أعرفكم على نفسي، أنا أم الشهيد والجريح خالد والأسير محمد وناصر. نعم. أنا فقدت 4 من بيتي، وإن شاء الله إنه الله بصبرني وبعيد لي إياهم على داري. آمين. سالمين اللي ضالين يا رب. وخالد والله يما بدي أنا أحكي للعالم كله، مناشدي لكل العالم، لكل الدول، لفلسطين والمعنيين فيها، للصليب الأحمر الدولي، لحقوق الإنسان، لكل واحد معني إنه يشفق على حالة ابن خالد. خالد كل ما بال حالته بستيء، صار وزنه 44 كيلو 45 كيلو، بكى مثل الجمل، لا بيقدر يساعد نفسه. بعدين حالته الدواء بطل جسمه يستقبل الدواء، في عنده 94 شظية بجسمه، يعني جسمه حالته ساءت للآخر، يعني راحوا زاروه ما شافوهوش، وأنا مش راضي أروح أزوره، خاف أشوفه بالحال اللي هو فيها. يعني أنا بناشد كل مسلم وكل مسيحي وكل واحد بعنيه الأمر إنه يشفق على حالة ابن خالد واللي مثل خالد، المرضى كلهم اللي ساءت حالتهم في السجن، مش بس ابني، كل حالتهم ساءت. ان شاء الله ربنا بيعيدهم علينا سالمين. انا يعني بين اللحظه والثانيه وانا نايم الصبح بقعد بقول هسه الصبح بصبحوا يقولوا لي خالد استشهد،
لأن حالته ساعات بطل جسمه يستقبل الدواء يما. نعم. أنا عمرني ما ضعفت في مطرح يعني أروح وأحكي، إلا هسه أنا يعني حالي خالد صعبة إلى الآخر، وناصر الله يرضى عليه في المستشفى، الثاني عنده كسل في الرئة. إحنا بدناش إياك تضعفي، إحنا بدنا إياك قوية، طول عمرك قوية وبدنا تضلك قوية. نعم. طول عمرك قوية وبدنا تضلك قوية يا خالتي، الله يا رب يطول لنا بعمرك. ربنا قادر على كل شيء إن شاء الله. وأنا والله بناشد كل العالم وبشكر كل واحد مشى وخطى خطوة، والشكر كله لا أبو خالد عيسى كراكع اللي هو قايم على قضية أولادنا وهو اللي مهتم فينا وبولادنا، الشكر إله لكل جهة معنية بخص هالأمر وبتمشي خطوة لله. صحيح. إلا أنا والله ولادي ربيتهم أبوهم على إجر وحده، ورباهم الله بيعلمه وهو على بناية الناس، وانحرم شوفهم وأنا انحرمتهم، أنا وأبوهم ما فيش حد يعولنا في الدار، أولادنا انحرمناهم الحمد لله رب العالمين. يعني هو صوت لله. بشكرك جزيل الشكر، هو صوت الخنساء الفلسطينية اللي قدمت أبنائها من أجل هذا الوطن، هو صوت نسمعه من كل أم فلسطينية بس تخاطب العالم من قلب ومن ضمير. ماذا يريد هذا العالم بعد كلام أم خالد الشويش؟ أعتقد أنه هذا الكلام هو كلام يلخص الحالة الفلسطينية. تفضل يا خالتي. أنا سمعي مش مليح يما، لو إنك قريب علي. صوتك مسموع لكل العالم، بس المشكلة لكل العالم. إذا أنت بتسمعيش أنا، إذا أنت بتسمعيش، لا أنا بدي أقول لك أنت بتسمعي، العالم اللي بشوف صوتك واللي بسمع صوتك واللي بشوفك اليوم وبتحركش هو اللي بسمعش. تفضل يا أنا خالتي. بقول لكل العالم يجوا يشوفوا المعاناة اللي إحنا بنعانيها إحنا وأطفالنا، يشوفونا شو عملنا، شو الشعب الفلسطيني عمل. إحنا مش إرهابية، إحنا طلابين حق، إلنا حق ضايع بدنا إياه، إحنا بدنا حقنا وبس، إحنا مش إرهابية ولا استسلامية، إحنا بدنا السلام، مناش الاستسلام، إحنا بدنا نعيش بأمان، فيش شعب في العالم عايش مثل ما هم عايشين الشعب الفلسطيني، إحنا لا هوية ولا وطن ولا في إشي ننتمي له، إحنا محجومين، إحنا محبوسين زي أولادنا، احنا محبوسين يعني هم احنا بالحبس الكبير وهم بالحبس الصغير. بشكرك، شكرا لك يا خالتي جزيل الشكر. انا برايي انه صوت ام خالد الشويش، صوت ام الاسرى اليوم يجب ان يصل الى كل العالم. يعني ام فلسطينيه قدمت ابنائها اسرى، بتقول احنا بدنا سلام، احنا بدنا نعيش بحريه وبكرامه، بس وين العالم؟ وين الشريك لهذا السلام؟ وين العالم اللي يرضخ لما حددته قوانين الإنسان والحقوق الدولية؟ هذا السؤال اللي نطرحه لكل العالم الدولي. معنا الآن عائلة الأسير خضر ضبايا، والدة الأسير خضر ضبايا، يعطيك العافية. تعرفينا عن خضر، كيف حالة صحية لخضر، شو حابة تحكي اليوم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه التحية لكم كلياتكم، وبارك الله بيكم اللي انتم قدمتوا هالبرنامج، وان شاء الله انه الله من فوق الله يجيب معاكم وبايد ابو خالد وبايدهم كلياتهم. انا ابن ام الشهيدين خضر امين فادي امين ضبايا ولؤي امين ضبايا، وخضر اخذوه من الرامي مصوب 9 رصاصات في اجره، واجره من اولها لاخرها كلها بلاتين. نعم. يعني خضر 7 سنين 8 سنين وهو بالسجن الانفرادي، عزل انفرادي. نعم. الولد لحد ما حطوه بقفص حديد وفوعوا الكلاب عليه، واجت المحامية قالت لنا يعني الولد لحد هسه وزنه يا دوب 30 كيلو، يا دوب بروح اشوفه في سجن بير السبع. نعم. طلعوا لي اياه مستوطن من هنا ومستوطن من هنا زاقطينه، ومش قادر يتوازن، يمشي بشعره ولحته وحالته حاله. هسا اجى سجين بقول لي يا اختي لو سمحت مش له اخو سجن جديد؟ قلت له اه. قال لي يا اختي قولي لاخوه خليه يطلب على النقب. نعم. لما روحت حكيت مع اخوه، قلت له يما هيك اخوك عفراش الموت تعبان، طلبوا رائد امين ضبايا، طلبوا اخوي بكشكي. نعم نعم. طلبوا جابوا لي اياه على الحماله، جابوا له اياه على حماله ال شو اسمه الامبولانس، يعني ما عرفوش لأخوه بالمرة. يعني أنا بناشد كل الأمي إنه يساعدوني بعلاج ابني، بطلع ابني اللي أقدر إني أعالجه،
اني اقدر اني استلمه بني ادم هيك اللي اقدر اعالجه. مش مهم ببيع اواعيي، ببيع دارنا، ببيع حالي. انا صح اني استشهدوا عند اثنين، كل فخر واعتزاز، وانا زغرطت لهم وجبتهم 4 ايام هم بالمستشفى، والخامس اجيبه معي بينه وبين اخوه سنه. بس انا هاي يعني الثالث هذا مش غادر يعني افقده من بين ايدي، مش غادر. يعني انا بالله وبيكم انكم تساعدوني بخضر، لانه خضر من مره حالته يرثى لها. ما بقدر يسكت السماعه يحكي معي، يمسك السماعه زتها من ايده، يعني فيش ايديه مش بتوازن 30 كيلو. يعني طلع اخوه توكل فيه جوز اخته، جوز اخته اللي بيطعميه، جوز اخته اللي يعني احنا مشاهدينا لما نسمع والده ام خضر ضبايا وام الاسير رائد ضبايا، ام الشهيد فادي، ام الشهيد لؤي، يعجز الكلام عن التعبير، يتعجز الاحرف عن التعبير عن دواخلنا احنا مشاهدينا. مضبوط اعلاميين وصوتنا يعني يجب ان يكون، بس احنا مشاعر، احنا ايضا عندما نشعر، عندما نتلمس هموم المرأة الفلسطينية، الأم الفلسطينية، يعني اعذرونا إذا الأحرف تغيب والكلمات تغيب، لأن أمام هذا الجبروت الاحتلالي لا يوجد كلمة تعبر عما يجول بخاطرنا، لا يوجد كلمة تعبر عما يشعر به أهالي الأسرى. فأنا بفضل دائما الكلمة تكون لأم الأسير نفسه، الأم اللي قدامنا. انا بكل شرف بادي لك تحيه يا خالتي، الله يرضى عليهم، يعني كل الاعتزاز بالام الفلسطينيه الصابره الصامده، الله يجعلها المعطاءة اللي يعني انت بمثابه ام لكل فلسطيني شريف ووطني. نتمنى خضر يروح يا الله على اقدامه ليحتضنك، وان شاء الله يا رب كل السجن يا رب، كل الاسرى كلياتهم، وخاصه الاسرى المرضى، يعني مشاهدينا المرضى، المرضى اهم شيء، المرضى لعمل شعبي، لعمل رسمي، بحاجه لتدخل المؤسسات الدوليه لانهاء هذه المعاناه لاسرانا وتحديدا الاسرى المرضى. كلمه اخيره لك خالتي، تفضلي كلمه اخيره. انا بقول انه الله من فوق يقويكم وكلياتهم يا ربي، انهم يقوا على اليهود، وانهم يساعدوا هالسجن المرضى، انه الله يفرج عنهم بجاه رب العالمين، بجاه الغروب. يعني انا بقول دائما، انا بقول دائما كل ليله كل ليله انا بموت 66 مرتي صراحه. من يوم اجى خبر ابني فادي الدربي وانا منهاره، لاني اقول اليوم بكره بيجيني خضر نفس الشيء. انا منهاره والله منهاره، شفتني لما جيت انا منهاره، يعني انا كانه ابني وزياده فادي. طيب انا منهاره من يوم اجى خبر فادي، الله يرحم روحه، الله يرحمه، الله يجعل الله يتكبله. انا من يومه وانا منهاره، انا مريضه والله العظيم على فراش، لانه اني مش قادر ارفع راسي. اجى ابني قال لي مراي داي عمي ابو خالد هي اجى طالبت، قلت له يما مش قادر، قال لي بدك تيجي معي. والله كبت من النوم، والله تعبان، والله يما تعبان. الله يعطيك طول عمرك يا خالتي، يعني صوتك انا بالله بيكم يما، انه الله يقويكم، الله 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 يا رب يعطيك طول العمر، من بين ايدين هالظلام، من بين ايدين المجرمين. الله يعطيك طول العمر، وان شاء الله تحتضني ابنك حر، دموعك غاليه يعني علينا. انا استشهد الله يرحمه بكل زغاريته، بكل غلاني. انا بالامبولانس اجيبه بزغاريته غلاني، اثنين اجيبه، بينه وبين اخوه سنه، بين فادي وبين لؤي سنه اللي هو فادي اخوه. يعني بقول الحمد لله، استشهد الله يرحم، بس الله عوض علي بالثالث، الله يعوض علي. يعني امامنا مشاهدينا ام لشهيدين واسيرين، ونسال هذا العالم ماذا تبقى لكي تتحرك ايها العالم لوقف معاناه اسرانا المرضى الذين يتعرضون للموت بكل لحظه وحين. املنا الكبير إن شاء الله رب العالمين أن يتحقق حلم وطموح عائلات الأسرى بأن يستقبلوا أبنائهم محررين بإذن الله تعالى. مشاهدينا اسمحوا لي أن أتوقف مع فاصل قصير، ومن ثم أواصل في برنامج عمالقة الصبر. إذن لازلنا مشاهدينا بتغطية متواصلة من هذه المحافظة التي قدمت الشهداء، قدمت الأسرى، قدمت الإرث النضالي المتواصل والمتصاعد. هذه المحافظة التي لها في كل أسرة وبيت فلسطيني
هناك الأسرى، هناك الشهداء، عندما تتنقل في أزقة وبيوت هذه المحافظة سترى بأم عينك النضال والعطاء الذي لا ينتهي من هذه المحافظة ومن كل محافظات الوطن. الآن معنا والدة الأسير المريض نهار السعدي، يعطيك العافية يا خالتي، إن شاء الله تحتضن ابنك وهو حر. تحكي لنا عن نهار وكيف وضعه الصحي اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم الشهيد سامر السعدي. نعم. وأم الأسير نهار السعدي. نعم. ابني بالعزل وضرب عن الطعام شهر مي ما يذوقه. نعم. وأنا بعدني ما زرتوش 3 سنين، ما زرتوش إلا مرة واحدة. ممنوع من الزيارة. ممنوع من الزيارة. هسا عيات بروح على الصليب بقولوا لي بيش لسه زيارة كل 6 شهور. نعم. راحت بنتي معي وما حد تسريح سنوي. ما خلوهاش الزور، وأنا اللي زرت، بس أمه يقولوا بس أمه وزرته شو يعني، وكل ساعة يقوم كله مالك يا أمه، كل جري خضرنات. كديش حكمه نهار يا خالتي؟ حكمه 24 سنة، وصار له 13 سنة من 2003. وخالتي أنا ابني بدي زور مثل أياتها واحدة، يعني زور ابنها تشوفه طيب ميت تعرف إيش عنه إشي. يعني أبو خالد، يعني ممكن نرجع كمان مرة للجهة الرسمية، أخونا عيسى قراقع، يعني بنسمع أم نهار السعدي 4 مؤبدات و20 عام ممنوعة من الزيارة، هي بتحكي بتطالب بحق إنساني، يعني أبسط حقوق الإنسان إنها تزور ابنها. نعم، يعني أم نهار كما قلت نهار حتى أضرب عن الطعام وصل لحالة صحية خطيرة من أجل فقط مطلب عادي بسيط، مطلب قانوني أن يزور والدته. نعم. وسمحوا له وهو علق الإضراب بعد أن سمحوا له أن يزور زارته مرة واحدة، وبعد ذلك قطعت الزيارة. نعم. هذا يعني هناك مئات من العائلات ممنوعة من الزيارة. الزيارة تستخدم الآن عقاب جماعي بحق أهل المعتقلين وبحق الأسرى. وهذا مخالف. تحملني، مطلوب من الأسرى كل أسير يزور والدته أو والده يضرب عن الطعام شهر؟ من أجل ذلك. نعم. أنا في مسألتين. مسألة الأولى، الصليب الأحمر الدولي ومؤسسة دولية مشرف على الزيارات. صحيح. مهمته أن يراقب مدى تطبيق إسرائيل المعايير الدولية من ضمنها الزيارة، والقانون بنص على أنه من حق أهل الأسير أن يزور ابنهم بشكل منتظم. صحيح. هذا لا تطبقه إسرائيل. أن يتخذ الصليب الأحمر موقف. ثانيا، أن يتخذ الأسرى بالسجون موقف. وأنا أدعو وبشكل علني وعبر هذا البرنامج كل المعتقلين في السجون، إما أن يزوروا جميعا أو أن لا يزوروا، يجب أن يكون موقف في موضوع الزيارات. هذا تعذيب، تعذيب للأسير، تعذيب لأهالي الأسير. هناك أسرى، هناك عائلات حتى أعطي، هناك نعم. عائلات أعطيت تصريح زيارة. نعم. وعلى الحواجز الإسرائيلية تم تمزيق. صحيح. التصريح. صحيح. وهناك عائلات فتشت بطريقة مذلة. كجهة رسمية أكيد تواصلتوا بالصليب بخصوص أم نهار بالتحديد، بما أنها اليوم نحن نتابع دائما مع الصليب الأحمر الدولي. يعني عام 2014، عام 2004 حسب إحصائية إسرائيلية أكثر من 3000 عائلة منعت من الزيارات، هذا حسب إحصائيات إدارة السجون. نعم. طبعا تحت حجة أسباب، يعني هذا تعسف وهذا عقاب، وهذه إحدى المخالفات والجرائم الجسيمة التي ترتكب بحق المعتقلين وبحق أهلهم. لهذا يجب أن يكون هناك موقف، موقف من المؤسسات الدولية على رأس الصليب الأحمر، وموقف من المعتقلين داخل السجون. بصيرش أنا أسير إما تزورني والأسير نفسه اللي معي في نفس الغرفة أو في نفس السجن، أمه ممنوعة من الزيارة. صحيح. يعني هذا يجب أن يتبلور موقف ممكن يشعر فيه الأسير في مواجهة هذه السياسة التعسفية، السياسة الظالمة. وكثير من بشكرك أبو خالد، كثير يعني منأكد كمان أنه كثير من عائلات الأسرى توفت آبائهم أو أمهاتهم وهم ممنوعين من الزيارة. يعني هذه يعني فعليا كارثة حقيقية، يعني جزء من معاناة أهالي الأسرى وجزء أساسي من معاناة أهل الأسرى. أبسط حقوق الإنسان أنه الأم تزور. يعني خالتي أم نهار إن شاء الله قريبا بتزوري نهار، وإن شاء الله قبل ما تزوريه أصلا بكون نهار مروح تطنيه وهو حر. بدي كلمة أخيرة إليك، متكل على الله. كلمة أخيرة بتحب توجهها سادة المشاهدين ولهذا العالم، بلكن تدعيه بانه انا بدعي لكل يتدخلوا انك تزوري ابنك اقل ما فيها. انا بدعي لكل الاسرى وكل العالم انها
كل الأسرة تنزار يعني. نعم. مش ممنوعة. طب خواته معهن كل واحد تسريح سنوي وما زارنش من مرة. ولا حدا بزوره؟ لا لا، البنت معي راحت وما حدا تسريح سنوي، منعوها عقب ما فوتت التسريح ومضكوها عن الجلم وكل شيء، وهناك رجعوا لها تسريحها. بصيرش يعني، يعني بدي ازور يعني خواته، بدهم يشوفن وانا بدي اشوفه. يعني الدنيا مفارقة حيومية يعني، بجذ من خواصره من اسنانه، بش دواء بنطوش دواء. نعم. يوم نزلت ابو خالد تفضل، حابب تضيف اشي؟ ملاحظة يعني سامر، لازم نترحم يعني على والدة الاسير اياد نصار، توفيت يوم امس، ابنها مريض اياد يعني تقريبا بطل يشوف. احنا قريبا راح نكون عندنا وهذه الام من 3 سنوات لم تستطع ان تزور ابنها. صحيح. وتوفي ابنها. المصادفة انه يوم الجنازة هو اتصل بطريقة عن طريق يعني يستفسر عن وضع والدته، قالوا له احنا في جنازتها. كانت صدمة كبيرة جدا للاسير اياد. الرحمة طبعا على والدته، ونترحم على والدته، ونترحم على كافة الشهداء، أمه الصابرة لإياد كل التحية إلها، وبنترحم على روحها الطاهرة وكل التحية إلك يا إياد، وإن شاء الله قريبا راح نكون عمالقة الصبر في بيتك وإلى جانب أسرتك، وإن شاء الله بتكون قريبا معنا. شكرا لك خالتي منهار، إن شاء الله قريبا بتستحضن ابنك وهو حر بإذن الله تعالى. خليني أخذ عائلة الأسير خليل مصباح. شكرا لك. تعرفنا على حالك؟ سعر المصباح أخو الأسير خليل المصباح. شقيق الأسير خليل المصباح. طيب خليل، قديش محكوم؟ 20 سنة. 20 سنة. شو وضعه الصحي اليوم؟ وضعه الصحي يعني بتقدر تقول احنا منعرفش ايش المرض اللي عنده. نعم. يعني ما فيش تشخيص واضح لمرضه. تشخيص عدة عمليات. نعم. مرض مزمن. ايش المرض منعرف شو هو؟ يعني شو بدي اشرح لك؟ امهات الأسرة ودموعهن شرحت لك شو معناتهم. صحيح. عانينا كثير 4 سنين واحنا نعاني، وبعدنا لساتنا بنعاني، وكان فادي معاه بنفس السجن، وخالد شويش وخضر ضبايا، جميع الشباب كانوا معاه في سجن الرملي. اخوي طبعا من شهر ما نعرفش عنه شيء، بتنقل من سجن لسجن. ليش؟ ما نعرفش. من النقب لنفحة لجلبوع لمجده، لحد الان ما نعرفش عنه شيء. ما فيش تواصل مع معاه؟ لا، مش خلال الصليب حتى ولا اي شيء. ما فيش حدا بتواصل معنا يعني. نعم. بدك منا وقفه جديه، بدنا محاميه، بدنا ناس تتواصل مع اهل الاسره، مش اهل الاسره يطلبوا انه المحامي يروح يزور ابنهم. نعم. في عندك أسرة مرضى، بدنا وقفة يعني وقفة جدية معهم. صحيح. وتتشكل لجنة من المحاميين إنها تتابع أوضاع الأسرة المرضى بالذات، لأنهم قاعدين بيعانوا. هاي فقدنا الأخ فادي الدربي. صحيح. يعني مصاب، المصاب مصابهم كان مصابنا، لأنه مصاب أي فلسطين. واحد ابنه أسير داخل السجون معرض لهذا الإشي. صحيح. فمن طالب وقفة جدية وشكرا لكم. يعني صوتك انت اختصرت الموضوع، انت كشقيق اسير قلت لي بدموع امهاتنا لخصنا الحكايه. مزبوط. وانا باكد لك انك انت يعني اوجزت، ولكنك اصبت فعلا بدموع الام الفلسطينيه. نلخص الحكايه، حقك اقل ما فيها انك تعرف شو وضع اخوك. ويعني انا بستغرب يعني، هون انا بوعد كافه المشاهدين ان اعمل حلقه خاصه مع الصليب الاحمر، مع مؤسسه الصليب الاحمر. يعني للأسف يعني إذا أنتوا مؤسسة الصليب الأحمر سيطرح هذا الموضوع على طاولة عمالقة الصبر، على طاولة برنامج عمالقة الصبر، أقل شيء أنه معلومة عن عائلة الأسير مش واصلة، عن الأسير مش واصلة لعائلته. فعلا عار على كل المؤسسات الدولية أن تبقى صامتة أمام ما يتعرض له أسرانا وعائلاتهم. كل التحية لك. الآن معنا أسير محرر عانى من المرض، عانى من الأمرين داخل سجون الاحتلال بسبب الإهمال الطبي المتعمد. هو الأسير مصطفى عواد ابن جنين الصمود والتحدي. يعطيك العافية أخوي مصطفى. الله يعافيك. أنت أسير محرر أمضيت في سجون الاحتلال 9 أعوام وعانيت من المرض داخل سجون الاحتلال. بدي تحكي لي عن تجربتك داخل سجون الاحتلال بالتحديد كأسير مريض. أول إشي بعزي أمي أم فادي الدربي باستشهاد ابني، باستشهاد ابنها وأخوي فادي الدربي. كل التحية لك. أنا قضيت في سجون الاحتلال 9 سنوات. نعم. اعتقلوني في 10/10/2006 بعد إصابتي بجري وإصابة إيدي وصدري. نعم. قضيت في مستشفى الرملي
سني. خليني أقاطعك هون، تتحملني يعني أنا وسائل المشاهدين، أنت بتحكي مستشفى الرملة، بما أنك قضيت سنة في بين قوسين اللي حكيت أنت مستشفى الرملة، ليش الرملة؟ ليش أنا قاطعتك؟ هل هو مستشفى بداية؟ لا مش مستشفى. بالضبط، خلينا نحكي للسادة المشاهدين وللعالم شو هو ما يسمى بعيادة سجن الرملة، تفضل. كل المرضى اللي في سجن الرملة منهم أول خالد الشاويش عشت أنا وياه، عشت أنا والأخ سامي أبو دياك وخضر ضبايا، عايشين كلهم على الأوتوب تلكين والإنجليزيين على المنوم، يعني معظم وقتهم نايمين. مهدئات ومنومات. مهدئات. نعم. يعني بصير عندهم مرض في المعدة، إنهم بصيروا ياكلوا الأكل بعد فترة يصيروا يراجعوا من كلة الإهمال الطبي. بدي الناس اللي ما عاشت في عيادة سجن الرملة توصف لهم شو وضع، يعني توصف لهم شو هي عيادة سجن الرملة، كيف بتم التعامل مع الأسرى غاد، كيف الأسير بيكون مكبل اليدين والقدمين وهو على سرير الشفاء. بدي تحكي كل هذا الحكي للسادة المشاهدين. طبعا الأسير يوم يفوت عنده ما يسمى بالدكاترة، هم ما بفهموش أي شيء في العلاج الطبي، أي بدهم يعالجوا أي أسير، بيجي معاه قوة مشان يعطوه إبري أو يعطوه حبة الأكمول وبقعد يفتشوا فيه أو في سريره أو في خزانته بدواعي إنها موجود بليفونات أو موجود أي إشي ممنوع عندهم. نعم. وفي بفتشوهم ويوم في منهم دم بطلعوهم على الزيارات، بطلعوهم مكلفشين إنهم داعي من نواحي أمنية. نعم. يعني أول شيء الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ويعني أنا برأيي إنه يعني لو عملنا مقابلة مع كل أسرة فلسطينية، لو هلكيت عملنا الكاميرا ودكينا على كل باب فلسطيني، منلاقي مأساة، منلاقي قصة صمود، منلاقي قصة تحدي، لأنه هذا هو الشعب الفلسطيني. كل التحية إليك. كما بدأنا هذه الحلقة بالشهيد البطل فادي الدربي، ولأنه أول الحكاية سيكون أيضا نهاية الحلقة لأنه آخر الحكاية. لا نريد أن تتواصل حكاية الرعب الذي يتعرض له أبناء شعبنا وأسرانا داخل سجون الاحتلال. لا نريد لأسرانا أن يكونوا معرضين بكل لحظة وحين للموت في هذه الزنازين الحاقدة. إم فادي الدربي، بدأنا معك الحلقة وننهي معك الحلقة إن شاء الله. إم فادي تفضل. بدي أنت كأم فلسطينية تخاطبي كل أمهات فلسطين في هذا اليوم اللي ابنك يعني صورته، يعني المخرج اذا بيقدر يجيب لنا الصوره، يعني انا بشعر انه هو يخاطبنا جميعا من خلال هاي الصوره بكلنا تنسوش دمي. والله انا بقول لكل امهات العالم اصبرن، ان الله مع الصابرين والفرج قريب باذن الله، والحمد لله رب العالمين. احنا دائما قويين والقوه بيعطينا بمدنا يا رب العالمين، واحنا ما بدنا يعني نتكل على اليهود او بدنا نتكل على العالم هذا، لانه العالم بالنسبه لنا يعني مغمض عينيه، بالنسبه لنا للفلسطيني الشعب الفلسطيني العالم كله مغمض عينيه، ما انسان بتطلع علينا الا بجزء يعني بالشفقه او الرحمه، او انه يعني بجزء بنفس الوقت او بنفس اللحظه اللي بتكون مصيبه او بتكون رحمه من عند رب العالمين لهي الامهات اللي بفقدن اولادن كل يوم، ورب العالمين يصبرهن. وانا بعزي جميع اهالي الشهداء اللي استشهدوا واهالي وام الاسير اللي حكي عنها الاخ ابو خالد، بعزي نصار اياد نصار. نعم. بعزي نعم. والدته وكله الله يرحمها، وان شاء الله الفرج قريب لكم، وان شاء الله رب العالمين بيشفي كل المرضى وبساعد كل الفلسطينيه وبيعطينا القوه رب العالمين على تحرير فلسطين، وقفتنا فلسطين، واحنا صامدين وراح نضل صامدين، ولو ماتوا اللي قدمنا اول واحد والثاني والثالث راح نضل صامدين، وان شاء الله رب العالمين احنا بنضلنا شعب صابر، وزي ما قالها زي ما حكاها ابو عمار احنا بنضلنا واقفين وصامدين على ارض فلسطين ويا جماعه ما هزك ريح، واحنا الحمد لله رب العالمين. وشكرا يعني لكم وشكرا لحضوركم. لك هاي النفس الفلسطيني اللي احنا بناكد عليه دائما، النفس الام الفلسطينيه الصابره والصامده. الهستيريا الاسرائيليه المتواصله يجب ان تتوقف، هستيريا القتل العمد يجب ان تتوقف، هستيريا استباحه الدم الفلسطيني يجب ان تتوقف. من بين عائلات أسرى محافظة جنين، عائلات الأسرى المرضى، أوجه التحية لكافة أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات
وأؤكد لكم أنكم الحكاية كلها، أنكم الرقم الأصعب في المعادلة الفلسطينية، ونحن جميعا على عهدكم وعلى دربكم. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه الحلقة من عمالقة الصبر. أودعكم على أمل أن ألتقي بكم بحلقة قادمة، أملنا الكبير أن تكون قد ضيدت السجون. إلى اللقاء.